نهاركم سعيد مشاهدينا. الشتاء تأخر هذا العام، فأتانا الفرج من قطب روسيا عبر أوروبا بعد صلاة استسقاء كصلاة الرئيس بري الحكومية، ولكن بعد التفاؤل خيرا بمجيء أليكسا ليل اليوم، بدأ الهم يدوب لدى اللبنانيين الذين يرون سيناريو الأسبوع الماضي أمامهم: طرقات مقفلة بالسيول وأنفاق عائمة وأنهار فائضة. الأربعاء ستشتد العاصفة بالتزامن مع انطلاق العاصفة الرئاسية نحو قصر بعبدة. إذا العماد ميشيل عون أكد أنه ليس مرشحا للرئاسة إلا إذا أراد النواب والأحزاب ذلك، وبما أن عون قال أن كل الأفرقاء لديهم مصلحة بحصول الانتخابات الرئاسية، رافضا التمديد والتجديد والفراغ ومشددا على انتخاب رئيس الجمهورية بالموعد المحدد، كما أن الرئيس بري اعتبر أن انتخابات رئاسة الجمهورية هي من البديهيات لمنع نحر البلاد. وعلى خط آخر، بدأ توافد سكان جنوب أفريقيا والرئيس ميقاتي إلى مدرج سوكر سيتي في سويتو، حيث من المتوقع مشاركة 80,000 شخص في مراسم وداع رئيس جنوب أفريقيا الزعيم التاريخي نيلسون مانديلا. وعلى الخط السوري، حقق النظام السوري في الساعات الماضية مزيدا من التقدم في منطقة القلمون الاستراتيجية شمال العاصمة، وفرض سيطرته على الطريق السريع الرابط بين دمشق وحمص في وسط البلاد. وسرت مساء أمس أنباء عن مجازر جديدة وقعت في أحياء في النبك دخلتها القوات الحكومية التي يساندها في هجومها حزب الله ولواء أبو الفضل العباس، كما يقول نشطاء المعارضة. لمناقشة هذه المواضيع وغيرها من المواضيع، كمثلا تفاعل قضية اعتذار المنار ومن بعد توضيح حزب الله وغيرها من المواضيع على الساحة السياسية الداخلية والخارجية، معنا اليوم الصحافي والمحلل السياسي موفق حرب. نهارك سعيد. نهارك سعيد. أهلا وسهلا فيك. يعني مواضيع مش كتيرة بالداخل، ولكن انقلابات وتغييرات جذرية ربما في الخارج في الإقليم ودوليا بنناقشها معك، ولكن قبل بناخد حال الطرقات. عجقة سير كتير من جونيا على بيروت، وإنما كالعادة ما في مشكلة باتجاه الشمال. دورة كتير عجقة تصير كتير كتير. صادفتك عجقة؟ لا، أنا جاي الاتجاه ما كان في عجقة بدا. أي أوكي، كتير عجقة تصير. واو. إذن كارنتينا كمان إن شاء الله حلو، ما في مشكلة، في حركة بس ما في عجقة تصير بعد ما وصلوا من أي لا، إن شاء الله على العاصفة ما تزيد العجقة. سيسين حركة دون عجقة سير. الحمرة فيها نشاط واضح، بعدين حركة الأعياد بلشت. إذن في نشاط. طريق المطار يعني في عجقة سير، بس ممكن تكون كتير يعني ضغط أكتر من هيك عادة. ومزرعة فيها حركة. والصيدة حركة دون عجقة سير، بغير محلها للكاميرا يمكن بالصيدة. بالرغم رحب فيك أستاذ موفق حرب. مواضيع كتيرة. امبارح استفاق اللبنانيون على فضائح متبادلة بين الوزير غازي العريضي وبين الوزير محمد الصفدي، يعني ملت الأخبار بالأمس. فضائح متبادلة، ماذا تقرأ في ما حصل بالأمس؟ ما رح أفوت بالتفاصيل الاتهامات المتبادلة اللي صارت بين الوزيرين، لأنه ما عندنا المعطيات وما في نتائج بعد تحقيق لنعرف مين على صواب مين هو على خطأ. بس ولكن مثل ما استفاق امبارح الرأي العام في لبنان على هذه الفضائح، كمان اليوم استفاق الرأي العام اللبناني وما صار شيء. أنه بعد اللي سمعناه امبارح، وزير سيادي ووزير حقيبة مهمة جدا بحياة اللبنانيين، واثنينتهم بنفس الحكومة الوحدة حاليا ما زالوا مسؤولين عن تصريف الأعمال، بتقولي انه رح يتحرك القضاء وبالفريقين السياسيين على تواصل، يعني كل شيء يعني فريق الرئيس ميقاتي والرئيس والنائب والجملات. يعني هيدي بعتقد سابقة كانت في تاريخ لبنان، دائما في عنا فضايح. مش الفضيحة هي السابقة، انما ان يتبادل الوزراء بنفس الحكومة هالنوع من الاتهامات، وتاني يوم الصبح وكأن شيئا لم يكن. يعني عم نقرأ بالجرايد وعم نشوف انه ناس عم يحكوا، بس
صار في اخبار امبارح لم تتحرك لا لم يتحرك قضاء بعد ما صار في استجواب عن فيلا بايفور وفيلا عن عن كل شيء لا اكثر من الفيلل اللي هي العلاقه بوضعهم الشخصي بس ولكن في اتهامات بالسرقه وفي اتهامات وايحاءات بالفساد ما كانه صار في شيء مثل يوم الفيضان يعني انا دائما بقول انه مسؤوليه الحكومه تتحمل مسؤولية ليوم الغرق الكبير اللي صار بس تاني يوم مسؤولية الشعب اللي ضلوا ساكن انه صار اللي صار بلبنان ولكن تاني يوم وكأنه شيئا لم يكن ما بتغير عنا شيء اليوم لازم يكون في هاي فضيحة كتير كبيرة اللي صارت امبارح الاتهامات اللي صارت واليوم ما حدا تحرك ما في مجلس نواب ما في تحقيق ما في استدعاء ما في رئيس حكومي يعمل مؤتمر صحافي ما في استدعاء فخامة رئيس الجمهورية ما سمعنا منه شيء بعد امبارح حكي مع الصحفيين لم يتطرق إلى هذا الموضوع لا. ما هو الحكم ما هو حامد السوق أعتقد كانت جلسته قبل مؤتمر أو أثناء المؤتمر حتى الصحفي حتى بعد هيدي بيستاهل أنك أنت تعمل مؤتمر صحفي ما عملوه بس ولكن في مسؤولية أمام الرأي العام استفاق اليوم لبنان أيضا على فلفة جديدة ولا بانتظار فضيحة جديدة برأيك أنا بعتقد بتلفلف الأمور عنا بتتلفلف الأمور عنا بتتسجل للتاريخ والرأي العام هو لازم يحكم من اسم الرأي العام ناس بيقولوا لك حق مع الوزير الصفدي ناس بيقولوا لك الوزير العريضي كان مقنع أكتر لأنه فرجه وثائق وبتعرف الناس بتحب فضائح المسؤولين بس يعني فعلا دخلت بالشخصي يعني هذه المرة هذه الفضائح يعني تجاوزت الإطار الوزاري والإداري لتدخل في فيلا هون هلا هي إلى مدة في يعني منا رماني هاي قلوب ملياني وكما قال الوزير العريض امبارح كشف عن شيء قايله بمجلس الوزراء وقتها لما قال له أنت تشارك سارقين أم أنت سارق للوزير الصفدي يعني بيقول أنه بمحضر مجلس وزراء فالأمور بلشت بس السياسي أخذت منحة شخصي واضح كما أنه الوزير الصفدي امبارح كمان راح إلى موضوع أنه مرشح رئيس حكومة عم بيتم إحراقه هل هو يغمز من قناة بعض الأقطاب السياسيين من اللي كان يتحالف معه نيابيا في طرابلس أنه هو بتعرف علاقته برئيس الوزراء نجيب ميقاتي مانا كتير منيحة علاقته بالرئيس سعد الحريري كمان مانا كتير منيحة فلما بيقول أنا مرشح لرئاسة الحكومة وعم بيحاولوا يحرقوني كمان عم بيحمل الكلام الوزير العريضي معنى سياسي أكتر من أنه خلاف شخصي بين وزيرين برأيك إذن ما في شيء حيتغير ما في أي سلطة حتتحرك أمام هذه شو برأيك شو برأيك ديما أنه عصائر أكتر بكتير معنا في فضائح أمنية وفضائح سياسية فكيف الرشاوة والاتهامات بالسرقة هذه للأسف الرأي العام ما عم يتحرك هذا في ظل رأي العام شو يعني شو بإيده في كتير بإيده إشياء ليش الرأي العام بكل دول العالم وبالعالم العربي عم يتحرك ويحاسب المسؤولين إلا عنه إذا ما أخذ الوضع إذا ما أخذت أي مشكلة بعد المذهبي والطائفي لا يتحرك الرأي العام الرأي العام يتحرك دائما وراء الغرائز المذهبية والطائفية صحيح. إنما وراء حقوق المواطن ما بيتحرك الرأي العام بلبنان للأسف هذا في ظل حكومة تصريف أعمال أيضا تواجه اليوم عقبة جديدة حول إذا ما كانت ممكن أن تنعقد من أجل تسيير أعمال أساسية الآن أصبحت في البلاد يعني لتسيير حياة المواطنين عقبة جديدة الرئيس ميقاتي يقول ب يعني وجوب أن تنعقد هكذا جلسة 14 أذار عم بتقوله أنه لا يحق لك بهكذا جلسة الوزير جبران باسيل من ناحيته يقول بأنه لا إذا بتنعقد جدول الأعمال لا ما في يقتصر على هذا الموضوع في عندك موضوع النفط لازم ينطرح ويندرج على جدول الأعمال برأيك هل ممكن أنه تنفك هذه العقدة؟ يعني إذا بتشوفي بلبنان من يحكم ويضبط عمل السياسي والوزاري والنيابي هي مصالح الفريق السياسي شو يعني مثلا لما بيكون جدول الأعمال لا يناسب فريق فبيقول أنه لا يجوز انعقاد مجلس الوزراء كما يقول تعطيل الحياة النيابية لما كان فريق 8 أذار ضد عقد المجلس النيابي كان يتهم 14 أذار فريق 8 أذار بتعطيل الحياة النيابية الآن فريق 8 أذار يتهم 14 أذار بتعطيل الحياة النيابية فما في مبادئ بالسياسة ولا قوانين لأنه دستورنا ملتبس دائما في هذه الأمور ودائما في صوابق فاليوم من يعارض انعقاد مجلس الوزراء هو بسبب جدول الأعمال لأنه ما بيوافق على الأمور المدرجة على جدول الأعمال لأنه موضوع النفط اليوم
التيار العوني بيقول هو معقد مجلس وزراء لموضوع النفطي، رئيس وزراء تصريف الأعمال لأنه بيعتقد لازم ينعقد مجلس وزراء ربما محاولة لتعويم الحكومة مع عقد مجلس وزراء، إنما من شهرين كان ضد عقد مجلس الوزراء. فبتلاقي المصالح، مصالح الفرقاء هي التي تحكم رأيهم وتقرر رأيهم إذا كانت في شرعية أو دستورية في أمر ما. طب بس في ظل بلد بحياته اليومية، مش بقرارات استراتيجية أو تكتيكية، بحياة المواطن اليومية، فكرة أنه بكرة في عندك عاصفة ما بتعرف إذا حتقدر تروح على أشغالك أو تعلق أو تنهان مثل ما صارت هالإهانات بنفق مطار بيروت، يعني بهيك صارت استحقاقات، يعني أنك توصل أنك تقدر تمشي بسيارتك تحت الشتاء صار يمكن استحقاق بالنسبة للمواطن اللبناني قدام هيك. يعني شوفي سقف المطالب للمواطن اللبناني كل ما هي عم تنزل. قبل كان بدنا دولة وسيادة واستقرار وازدهار اقتصادي، هلأ صرنا عم نطالب بالحد الأدنى، سد جورة افتحوا نفق لنروح على الشغل. فاللي عم قوله أنه بيظل هيدا المناخ اللي حتى الحياة اليومية أصبحت مهددة فيه. في ظل يعني هذا المناخ الداخلي، هل ممكن هل في بوادر انفراج على الأقل لتسيير الأمور المعيشية؟ يعني دائما ما بيتحرك الرأي العام ولا حتى المسؤولين إلا لا سمح الله إذا صار في كارثة أو فضيحة كبرى كما حصل يوم بسميه الغرق الكبير اللي صار بلبنان. الرأي العام هو اللي بيشكل قوة ضغط على السياسي، والسياسي بيعرف نبض الشارع. إذا لم تشعر الطبقة السياسية في لبنان أن شيء ما يتغير وأنه في رأي عام ضغط عليهم ما رح يتحركوا، لأن الأمور ماشي عم بيصرفوا أعمال وعم بي عم بي عم بيستهتروا بمطالب الناس. والمنطق السائد في لبنان للأسف وتحديدا لدى الطبقة السياسية ومن يحكم هذا البلد، إذا صحت الكلمة يحكم البلد، منطق مثل إطفائية، أنه الإطفائية مش مثل الأمن والمخابرات. الإطفائية إذا ما صار في حريق ما بتتحرك، لا يمكن قيادة البلاد بهذا المنطق. لازم يقود البلاد بمنطق الرؤية بعيدة المدى والتخطيط من أجل تجنب الكوارث والمشاكل. نحن إذا ما طاف النفق وسكر ما بيتحركوا الإدارات. إذا ما صار مثل منطق، بس الفكرة أنه طاف النفق وما تحركوا الإدارات، لأنه الشعب ما تحرك، بس شكاينا ونقينا، وهلأ زاد أنه بس منق ومنحكي. صار عنا فيسبوك وتويتر، بتلاقي الرأي العام يا ريت نزلوا، صرنا بنشكي على تويتر وفيسبوك، بنعتقد شاركنا بالحياة السياسية وأسهمنا في العمل الديمقراطي اللبناني. أعتقد أنه شوي ظالم هذا الحكم تجاه الشعب، يعني بالنهاية الشعب اللبناني. هناك من يقول بأنه الثورات، أو في رأي بيقول أنه الثورات العربية بمطرح معين انطلقت أيضا من ربيع 2005 في لبنان، بس أنه بالنهاية هيدا الجمهور اللي نزل ونزل 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 وما تغير ولا شيء، يمكن بحق له يقول انه خلص حتى لو نزلت ما حيتغير شيء. يعني شوف، هي المسؤوليه مشتركه، مثل ما بيقولوا ما فيك تكذب على الشعب مرتين، نزل اول مره اصيب بخيبه امل، بس ولكن عم بينزل، بتلاقي طلابنا والشعب في لبنان بينزلوا بيتظاهروا بيكون عنده حماس اذا كان دائما هناك في بعد مذهبي لاي تحرك، انما الامور المعيشيه ما بتحرك شعبنا فيها. يعني هذا خلل صحيح. الشعب يجب ان يحاسب عنه. بعرف الطبقه السياسيه هي فاسده بلبنان و قد ما بدك وقيل ما قيل فيها للطبقة السياسية، بس بعدنا بصير في انتخابات بيصوتوا لهم النزاتهم. يعني هلأ عملي قانون انتخاب بأي قانون بتعتقد رح نجيب ننتج طبقة سياسية مختلفة؟ الشعب راضي، الشعب راضي، فاللي بيرضى بالوضع يمكن ما بيحق له كتير يشكي وينق. أقولك هيك، طيب بتعايشوا مع المشاكل. من الاستحقاقات اللي أتي فجأة كمان استحقاق اللبنانيون عليها، هو طبعا يعني كان استحقاق موجود ولكن حرك مؤخرا، الاستحقاق الرئاسي. عدة سيناريوهات موجودة، التمديد، كثيرون هم أصبحوا يقولوا بأنه لا تمديد للرئيس سليمان. بالأمس العماد ميشيل عون كان عنده مقابلة على قناة الام تي في الزميلة، قال فيها بأنه جدد فيها القول بأنه ليس مرشحا إلا إذا توافق عليه وطالب به الشعب والأحزاب والقوى السياسية. كيف بتقرأ اليوم الاستحقاق الرئاسي؟ هل نحن ذاهبين على فراغ؟ من غرائب وعجائب الحياة السياسية في لبنان أنه بلد الوحيد ما في مرشحين للرئاسي، ما عندنا حدا مرشح، كله منه مرشح إلا إذا الشعب أجمع على انتخابه. هسني عادة بيكون في مرشحين، وين من النوادر أنه نسمع بالعالم في انتخابات رئاسية، وقبل بأربع خمسة أشهر لليوم ما بنعرف مين المرشحين، ما بنعرف شو البرنامج السياسي والانتخابي لأي مرشح.
دائما مفاجأة. معقول أنه في بلد يتغنى بديمقراطيته العريقة من أي من بالمنطقة، ما بنعرف مين مرشح عنا، بنعرف قبل بسنة أو بسنتين مين المرشح وبيعملوا حملات انتخابية. نحن الحملة الانتخابية الوحيدة اللي بيعملها مرشح محتمل، أنا لست مرشحا إلا بإجماع. لا حقيقة عم نضحك بس هذا الواقع اليوم. لا وبعدين بيطلعوا لك ببدعة، بيطلعوا لك ببدعة جديدة ديما، أنه مثلا نريد رئيسا قويا. شو يعني؟ عم نسمعها كتير بالسياسة. شو يعني رئيس قوي؟ يعني بخالف الدستور، بيقمع الشعب، بس ما بنسمع أنه بدنا رئيس عنده رؤية للخروج من الحلول. لما بنقول نحن بدنا رئيس قوي في لبنان، شو يعني لا رئيس لا قوي؟ أعتقد شو يعني؟ لا أنا أعتقد أنه تفسير واضح جدا، قوي مسيحيا، يمثل مسيحيا، هذه هي قوة الرئيس. بس أنه ليه ما بنسمع مثلا نريد رئيس يمتلك رؤية لخروج لبنان ولإخراج لبنان من مشاكله السياسية والاقتصادية والأمنية؟ ما حدا بيقول بدنا رئيس عنده مشروع، دائما نقول بدنا رئيس قوي. الرئيس القوي شو يعني؟ الرئيس القوي أنه بخالف الدستور، بيقمع، بيجيب جماعته بيحطهم حواليه. أنه شو يعني رئيس قوي؟ بيقمع. شو هالمصطلح السياسي بالعالم، نريد رئيس قوي؟ للأسف أنه بعد حياتنا السياسية خفيفة وما فيها يعني بعض. أنه تمثيله قوي أستاذ موفق، واضحة يعني. أكيد واضح التعليق. قوة أي رئيس في العالم، إذا عم نحكي مثل الدول التالية اللي ما عم نخترع البارود عم نقلدها، لنقول الرئيس القوي هو من يتمتع بتفويض من الشعب، لأنه السلطة بالأنظمة الديمقراطية هي سلطة الشعب. فالرئيس القوي مش إذا قوي بطايفته أو أنه هو والله أبضاي وبيعيط وبيصرخ وأنه مستعد يعمل جهاز أمن يقمع، وإذا حكيت عنه يبعت لك اثنين يضربوك قتلي، وإذا عملت انتقاد على تويتر بيحولوك إلى القضاء. هذا مش رئيس قوي. الرئيس يستمد قوته إذا كان يتمتع بتفويض شعبي، وبلبنان بتفويض شعبي مش من طايفته بس، ولكن بلبنان نظامنا ما بيجيب رئيس يتمتع بتفويض شعبي. لأمتين مرة الشعبية أنجبت رئيس في لبنان؟ يعني الرئيس بري من أين يستمد بقوته؟ على المثل الطير اللي حاعطيه يمكن شوي في بارادوكس، بس الرئيس الحريري أيضا من أين استمد قوته؟ عم نحكي رئيس الجمهورية وضع مختلف عن رئيس مجلس النواب. رئيس مجلس النواب قوته من أنه مفترض إذا جاب إجماع مجلس النواب. هلأ ربما عم بيستعمل قوته لدى طائفته ودعم حزب الله للرئيس بري حتى يفرض على الفرقاء الآخرين في مجلس النواب انتخابه. بس رئيس الجمهورية موضوع مختلف جدا. رئيس مجلس النواب ينتخبه مجلس النواب، رئيس الوزراء النواب بيسموه بيكلفه رئيس الجمهورية. بس رئيس الجمهورية هو حامل الدستور، هو رئيس البلاد، رمز وحدة البلاد. موضوع مختلف كليا. يعني ما حدا بنسمع بيقول والله بدنا رئيس مجلس نواب قوي. بالعكس، لا بدنا رئيس، بدنا رئيس مجلس نواب شوي ضعيف مش قوي هالقد. بس ايه، لانه ايبسو فاكتو يعني لك 20 سنه اذا مش اكثر عايش على فكره انه رئيس مجلس النواب قوي ويا جبل ما يهزك ريح. هيدي تركيبه الطائف اللي عملت البلد بثلاث رؤوس، ولما عملوا البلد بتركيب بالطائف بثلاث رؤوس، هيدا فصل على قياس الوصاية السورية. فلت الوصاية السورية، تركوا الخلل بالبلد. ما في بلد يقاد بثلاث رؤوس، وخصوصا إذا كان كل واحد عنده بعده المذهبي والطائفي. بس ولكن لما وصلوا لهالتركيبة بلبنان أنه بلد لترؤوس، تركوا أن هناك دائما وصاية من الخارج. لما ذهبت الوصاية بقي الخلل في لبنان، وهذا اللي عم نعاني منه نحن. وفي كل استحقاق سياسي عم بيكون في مشكلة ما بيطلع ولادة طبيعية لأي حال. ساعتها شو بيكون الحل بالنسبة لرئاسة الجمهورية؟ يعني إذا رئاسة مجلس النواب مرتكزة على هذه الثنائية الشيعية اللي ضامنة إبسو فاكتو إنها حتجيب رئيس مجلس نواب قوي تمثيلي له نفوذ شبه استثنائي بالنسبة لرئاسة الحكومة، باستثناء ربما السنوات الأخيرة أيضا ضمنت بأنه الأكثر تمثيلا سنيا يأتي بقوة. لا بس شو بده يكون الحل بالنسبه لرئاسه الجمهوريه؟ بس بتسمحي لي بموضوع رئاسه الحكومه، انا بايدك بموضوع رئاسه مجلس النواب، انه عم بيجي يتمتع بنفوذ وبتأييد طائفته وشعبيه لدى طائفته، على الرغم من انه انا ما بعتقد في اجماع عليه، بس ولكن على الاقل عنده اجماع على الرئيس بري. ما بعتقد انه فيك تقولي كل الشيعة مع الرئيس بري، ما حدا بيختزل طائفته بشخص. بس بموضوع رئيس الحكومه، على الرغم من انه الرئيس سعد الحريري ما انه موجود برئيس الحكومه، بس ايضا بتعتقد الرئيس نجيب ميقاتي عم بيقدر يمارس صلاحياته وعم بيكون هو رئيس حكومي قوي كما نقول بالمصطلحات اللبنانية؟ أما دائما عينه على نبض الشارع وتحديدا طائفته اللي بيمثلها، وما عم بياخد بمعظم الأوقات قناعاته بالحكم لأنه لا يريد. هيدا
هذا جزء يعني من الخلل بالبلد. بس هيدا بالعكس هيدا عم تعطي ربما حضرتك دليل على 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 اللي عم نقوله انه لازم يعني الفكره انه اليوم الرئيس ميقاتي ما عم يقدر ياخذ قرارات الا يعني استجابه لمزاج الشارع السني. هذا دليل على انه اللي لازم يكون برئاسه المجلس لازم يكون سني برئيس الحكومة قصدي برئيس الجمهورية والحكومة انه لازم يكون يتمتع بصلاحيته لازم يكون يتمتع يعني شعبية سنية بس ولكن موضوع رئيس الجمهورية مختلف لانه الرئيس هو حامل الدستور هو رئيس وحدة البلاد يعني رمز رئيس الجمهورية نحن بنقول هو الحكم يعني اذا اختلف الجميع هو الرئيس الحكم بيكون افضل اذا يتمتع بثقة الجميع لانه رئيس طرف يؤدي بالبلد الى مشاكل كبرى ويؤدي الى انقسامات وما بدنا نحكي عن انقسامات بلبنان لانه ما نسيناها بعد في انقسام حول تقريبا كل شيء بس أنا كنت عم علق على المصطلح اللي دائما عم أقول نريد رئيس جمهوري قوي القوة يجب أن تعرف شو يعني رئيس جمهوري قوي إذا كان رئيس جمهوري قوي بس بسبب أنه طائفته بتمثله هيدا لا يعطي قوة للوطن إنما بيعطيه قوة بالحياة السياسية والمماحكات اللبنانية الداخلية بيصير لما بيتواجه مع رئيس مجلس النواب أو يتواجه مع رئيس الحكومة عنده تأييد شارع المسيحي بس ولكن الرئيس القوي هو اللي بيتمتع بتفويض من الشعب ولا يتمتع بتفويض من الشعب بدنا نعرف شو برنامجه الانتخابي بدك تقدري تعملي رأي عام ضاغط على الطبقة السياسية بلبنان للإتيان بهذا الرئيس لأنه إذا ما انتخبت ولم توصل هذا الرئيس إلى سدة الرئاسي رح تخسر شعبيا لا أعتقد أنه اليوم في لبنان أي شخصية مرشحة تتمتع بهذه الصفات حتى نقول أنه عنا رئيس جمهورية قوي جديد جاي على يعني عبر. رأيك أنه هذه نظرية غير صالحة بأنه رئيس الجمهورية لا يجب أن يكون الماروني الأقوى كما هو رئيس الحكومة السني من المفترض أن يكون الأقوى ورئيس المجلس النيابي هو الشيعي الأقوى أي لأنه للأسف اللي عم بيكون إذا ليكون الرئيس الماروني الأقوى بده يأخذ مواقف ترضي الشارع المسيحي ليكون هو الأقوى يعني بده يصير يزايد مسيحيا بهالوقت حيدفع الثمن لدى الطوائف الأخرى ورئيس مجلس ورئيس الجمهورية ينتخب أيضا من نواب مسلمين وغير مسلمين ففيها هون نوع من التناقض بيصير على العموم في ملاحظة تاريخية يسجلها بعض المؤرخين أنه حتى أبان ما قبل الطائف يعني في الجمهور تحت المارونية السياسية يقول التاريخ بأنه عندما وصل الموارنة الأقوى إلى سدة الرئاسة انفجر البلد يعني لما طلع كميل شمعون رئيس الجمهورية ولما طلع بشير جميل رئيس الجمهورية وقت صودفوا بأنه هن كانوا يمثلوا الأقوى مارونيا انفجر البلد بحرب 58 وطبعا مع الرئيس بشير الجميل بس ملاحظة بموضوع الرئيس بشير الجميل ما بعتقد أنه انتخابه أدى إلى انفجار البلد لأنه البلد كان مشتاق ما بنعرف لم تسنح الفرصة لأن يحكم الرئيس الجميل الرئيس بشير الجميل كان في اجتياح كان في احتلال إسرائيلي للبنان فما فينا نقول بسبب انتخابه تم الانفجار على العكس لم يعطى الفرصة وهون التاريخ بيحكم إذا ما كان سيكون رئيسا توافقيا بالعشرين يوم اللي تم انتخابه فيهم قبل ما يتسلم بعتقد صار في شوية إجماع عليه يعني بتذكري المرحوم الرئيس صاب إسلام تواصل معه بلش تنفك هالأمور وحصل على تأييد من الرأي العام بس ولكن ما فينا نقول أنه بسبب انتخابه كرئيس قوي أدى الانفجار لأنه كان في انفجار أنا ما عم بيخذ نوع بس عم وصف الوقائع التاريخية اللي صارت أنه مش بسببه صار في مشاكل المشاكل جاية قبل بس صار في أزمة أساسية 20 يوم وين شو صار بعد اغتياله نهار البلد صار في مش بسبب انتخابه أنا بس عم علق على التوصيف الدقيق للمراحل ولا يعني اللي عم اوكي بالتوصيف الدقيق يعني بعض المؤرخين بيقولوا انه مع انتخابه ادى هذا الامر الى يعني اغتياله او استشهاده ومن بعدها طبعا فرط البلد فرط يعني هون في انقسام ما بدنا نفوت بالجدل الداخلي وبموضوع الرئيس كميل شمعون عهد اللبناني الذهبي كان بعهد الرئيس كميل شمعون اللي بيقرا بس كمان صار في ثوره ليه لانه مش بسبب الوضع اللبناني كان بهذيك الايام في عبد الناصر والحركات العربيه ما فينا ناخذها فقط بسياقها اللبناني بس طبعا هو كمان الرئيس يعني عندما تقول هو خيار لبناني مرتبط صحيح. اقليميا يعني اي خيار داخلي عاده لبناني هو اذا بالنسبه للخيارات المطروحه اليوم برايك انه لا تمديد للرئيس سليمان وذلك بسبب قرار حزب الله لا تمديد للرئيس سليمان لانه الرئيس سليمان قال انه انا لا اريد ان التمديد الرئيس سليمان قال اول شيء
هلا رئيس ميشيل عون العماد ميشيل عون ما بده يترشح كمان بس في الفرق بس دائما الجنرال ميشيل عون ما ضروري يترشح لانه مرشح من زمان فوضع مختلف بس لما الرئيس سليمان ملزم كلامه بيقول انا ارفض التمديد وهذا مخالف فهو ملزم هلا يمكن الرئيس سليمان لو وصل الى هذه القناعه مفروض بعدين بتاويلات ربما لانه شعر بانه حزب الله لا يريد لا يوافق على التمديد وما الى هنالك برايك ايار 2014 ماذا ينتظر لبنان هل في بعد بصيص أمل أنه يصير في قرار خارجي بانتخابات رئاسية داخلية ويجمع عليها الأفرقاء السياسيون اللبنانيون؟ طيب تسمحي لي بس هيك أعمل شوية مقدمة قبل ما أعطيك الجواب مش تهرب من الجواب طلع بالملفات العالقة بلبنان قد ما كانت مصيرية أو خفيفة في خلاف عليها في خلاف حول كل الأمور من المقاومة إلى البيان الوزاري إلى تشكيل الحكومة إلى قانون الانتخاب إلى تشكيل حكومة جديدة إلى تفسير ما هو تصريف الأعمال إلى الملف النفطي إلى الغاز إلى ما هنالك إلى التعيينات الإدارية بالبلد إلى تمديد لقائد الجيش كل هالأمور كان في عليها خلاف طيب بتعتقد شيء بحجم انتخاب رئيس جمهورية جديد ممكن يمرق بظل هالوضع السياسي اليوم في البلد؟ أمتين آخر مرة صار في انتخاب رئيس جمهورية في لبنان بولادة طبيعية هذيك المرة بعد 7 أيار ما في مرة عم بيصير في انتخاب لرئيس الجمهورية بدون تدخل خارجي صحيح بس صار صار بس قبل 2009 كلنا كنا عم نقول انه يمكن ما الهيئة في انتخابات صار 7 أيار صار صار في اتفاق الدوحة بس فصار في يعني ما عم يمرق اي استحقاق في لبنان بشكل طبيعي عم يفشل النظام السياسي في لبنان ان ينقل السلطة بطريقة سلمية من دون تدخل خارجي بظل الوضع الداخلي والمدرسة اللي عم بتصير بين الأفرقاء المحليين مش ما ممكن يتفقوا على عقد جلسي فكيف أحربي انتخاب رئيس الجمهورية وأنا بعتقد بصير الجواب أوضح بعد ما نعرف شو رح يصير بسوريا وتحديدا بجنيف 2 لأنه جنيف 2 رح ينعقد قبل الاستحقاق الرئاسي اللبناني أنا اليوم أميل إذا بتقرس الواقع السياسي بلبنان أنه إحنا رايحين على مشكلة كتير كبير وين؟ بانتخاب الرئاسي ما في حكومة ما في رئيس جمهورية ولا أعتقد أنه هذا المجلس ممكن يجتمع لانتخاب رئيس جمهورية رايحين على فراغ وشو بدك باللي بيصرحوه اللبنانيين والجزم اللي بيعطوه معروفين الطبق السياسي بلبنان دائما تجزم وتضع خطوط حمر لا بالجزم بيصيبه لا بالخطوط الحمر بيصيبه بيتغير لونه فأنا شايف أنه البلد رايح على مشكلة كتير كبير إلا إذا صار في تدخل خارجي وإلا إذا صار في حلحلة كبيرة في الملف السوري وتحديدا في جنيف 2 بما أنه ربطته بجنيف 2 ليش شايف ربطته بالموضوع السوري اللي طبعاً اللي هو الجنيف 2 اللي هو قبل الاستحقاق الرئاسي ليش شايف هالاستحالة أو هالصعوبة القصوى في حلحلة الملف الرئاسي في قراءة أخرى اليوم لما سيحصل في جنيف 2 من سمع مقابلة السيد حسن نصر الله الأخيرة التقط إشارات تسوية أو مديات إيرانية في المنطقة يعني كان في خطاب واضح للسعودية أوكي نحن انتصرنا عليكم بس تعالوا نحكي شوف المحاولات الجذب الآخرين يعني بسموه charm offensive إنه لما واحد بيحقق انتصار ما سياسي أو دبلوماسي أو على الأرض عسكري التواضع بيكون مش بأنه انتصرنا تعال أحكي معنا اليوم 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 إذا بتطلع بالأربعة المؤثرين سواء بالوضع بسوريا أو بلبنان هن روسيا أمريكا إيران والمملكة العربية السعودية أي حل بده يكون سواء بسوريا أو بلبنان لازم يكون بتوافق هالأربعة صحيح في توافق على ضرورة ضبضبة الوضع ربما واحتواء الأزمة بسوريا لحتى ما تتفاقم نتيجة الأوضاع الإنسانية اللي عم تصير بسوريا بس ولكن ما في اتفاق روسي أمريكي حول مستقبل سوريا وهذا واضح بالتصريحات اليومية فهيدا على المستوى الروسي الأمريكي أما على المستوى السعودي الإيراني ما في لقاءات حتى نحكي عن توافق في السعودي الإيراني فأنا عم بقول على المستوى الروسي الأمريكي في حوار في حد أدنى من خطوط عريضة بس على المستوى بس ما تقرأ ملامح بوادر تسوية أو دعوة لتسوية بعتقد في تسجيل نقاط سياسية ودبلوماسية لليوم الآخر اليوم التباعد والنفور والحساسيات بين السعودية وإيران بعتقد وصلت إلى مرحلة ما شاهدناها من أيام حرب الخليج الأولى بـ 1990 هذا ما قرأته يعني ما قرأته في مقابلة السيد حسن نصر الله في عتب مقابلة السيد حسن نصر الله مع زميلنا جون عزيز كانت واضحة عمل مطالعة طويلة عريضة يحمل فيها المملكة العربية السعودية مسؤولية كل شيء يحمل المملكة أو يحمل المخابرات السعودية
وهناك أيضا من يقرأ بأنه في هذا الفصل هناك إشارات ورسائل تبعث للمملكة بأنه حيدوا هذا الجهاز وهذا الشخص، إذا بدنا نكون واضحين، الأمير بندر بن سلطان، ونحن نمد اليد. الجميع يعرف أنه في المملكة العربية السعودية الملك هو صاحب القرار، قد يكون هناك وجهات نظر مختلفة، ولكن القرار الأول والأخير هو للملك، والملك ما لفتك أنه اتهم المخابرات ربما لأنه ممكن ما بده يشخصن الموضوع، ما بده يتهم الملك عبد الله مباشرة بالشخص، بالعكس هيك شخص مع الملك إيه؟ بس اتهم المخابرات السعودية لأنه الأمير بندر من يراقب الوضع والملمين بأوضاع المملكة العربية السعودية بيعرف أنه جهاز الاستخبارات السعودية وتحديدا الخارجي يتمتع بنفوذ، بس ولكن بالحياة واللعبة السياسية الداخلية السعودية الأمير بندر مش من الأمراء الكبار اللي هني مرشحين على الأقل بالمرحلة المقبلة ليكون ملك أولي عهد. فالقرار بالمملكة العربية السعودية منه قرار الأمير بندر، هو لاعب بس ولكنه مش من اللاعبين الكبار اليوم. بس قد يؤكد هذا أكثر النظرية بأنه هو في خطابه للمخابرات السعودية يحيد المملكة، يعني وكأنه يقول أنه أنا مشكلتي مع المخابرات. وفيها لفت نظر، وهناك يعني في فريق المستقبل من يقرأ بأنه حزب الله وثماني أزار لعبوا أيضا على هذا الوتر أبان دغري قبل السينسين، يعني أنه نقال لهم حيدوا هذه الجهة ونحن نمد اليد وحصلت السينسين. هناك من يقرأ بأنه اليوم نفس الشيء عم بيقولون، لأنه بمطرح يعني صحيح أنه اتهموا بسوريا واتهم أيضا المخابرات السعودية بتفجير السفارة الإيرانية، ولكن أيضا لابد من الإشارة أنه في هذه المقابلة كان هناك من يقول نحن عم نمد إيدنا، أنتم ما عم تقبلوا، عم نمد إيدنا كل الوقت. صحيح، بس اللي بيتعاطوا بالسياسة دائما بلبنان وغير لبنان بيحاولوا إيجاد مخارج للطرف الآخر، مثل اللي بيقولوا أنه اليوم في إيران في تيار الإصلاحي اللي هو بده يعمل صفقة مع أمريكا، وهناك التيار المتشدد دائما بيعكسوا ليه. أيضا هناك من يقول بأنه المملكة العربية السعودية بندر هو الجناح المتطرف، وهناك وأيضا سعود الفيصل وزير الخارجية، ولكن الملك لا يريد. أنا بعتقد هيدي كلها أوهام. اليوم القرار في المملكة العربية السعودية قرار واحد وفي مركزية بالقرار، ربما هناك وجهات نظر بس ولكن تخضع لقرار الملك. وأكيد لما بيتهموا المملكة العربية السعودية شو حيتهموا الملك؟ أنه هو إجا حط العبوة، بيتهم جهاز العملاني، أنه من الطبيعي فيهم يقولوا المملكة استاذ مفا، فيهم يقولوا أنا أتهم السعودية بلا ما يقولوا المملكة. محمد السيد بتهموا السعودية لما تهموا السعودية في وفرة بالمصطلحات واستعملوها كلها، بس اللي بياخد الكونكلوجن الآخر والنتيجة بيعرف أنه يتهمون المملكة العربية السعودية. بعد الفاصل بنحكي عن التقارب الإيراني الأمريكي وإنعكاساته، هل نحن أمام إيرا جديدة أو مرحلة جديدة في العلاقات الإقليمية والدولية وإنعكاساتها طبعا على لبنان وسوريا. مشاهدينا ابقوا معنا. عودة إلى نهاركم سعيد وإلى الصحافي والمحلل السياسي موفق حرب، برحب فيك عن جديد. قبل ما فوت على الوضع الإقليمي يعني والاتفاق الإيراني الأمريكي، خلينا نشوف قبل ما رأاه البعض بأنه انعكاس أساسي له في الداخل اللبناني. المنار تعتذر من النظام البحريني على تغطيتها غير المهنية غير الموضوعية المنحازة تجاه يعني البحرين، وتعد بتغطية أكثر مهنية وأكثر موضوعية وتراعي الأوضاع الإقليمية. بعد بكم ساعة حزب الله يدين أو يوضح بشكل ما بعرف إذا كتير واضح بيان المنار ويعتذر من الشعب البحريني، ماذا فهمت من كل هذا؟ ربما هناك مصلحة لتلفزيون المنار بالاعتذار، فيها براغماتية بعتقد، لأنه كان في تهديد بأنه ينشالوا عن الأقمار الصناعية ويبطل بث المنار موجود في العالم العربي، لأنه البحرين بعتقد بالاجتماع اللي بيصير بتونس الاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربية بحق لها يمكن تعمل فيتو لإخراج أو تشتكي للأرابسات اللي هي بتملك الجامعة العربية. هلأ السؤال هو كمان افتراضي، لو مجلس التعاون الخليجي عرض على حزب الله كقيادي بأنه إذا اعتذرت من البحرين ترفع عن لائحة الإرهاب، هل يعتذر حزب الله ويحزو حزو المنار؟ بدك تشوف المصلحة، أوقات المصلحة تقتضي بأن يكون هناك براغماتية بالموقف السياسي، دفع بلا. أما بالنسبة لوسائل الإعلام والاعتذار،
بمنقع عن يعني إذا كان يعني قريت فيه براغماتية أكيد. مش يعني قريت فيه هذه براغماتية أكيد. لمصلحة المنارك ما أكيد. قريت فيها أي رسالة سياسية بتعكس أكيد الاتجاه الجديد لحزب الله بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي. كتير بعد بكير لينصرف الاتفاق المرحلي، تحت كلمة المرحلة كتير مهمة، بين إيران والولايات المتحدة فيما يخص الملف النووي لإنعكاسه على الملفات الإقليمية. بعد كتير بكير لنشوف إنعكاساته الإيجابية. بعد في ساحة صراع بين الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة وإيران وحلفائها في الشرق الأوسط خارج الملف النووي الإيراني. بتعرفي المشكلة الأمريكية الإيرانية مش فقط ملف نووي إيراني. أيام عملية السلام كانت الولايات المتحدة لما تعبر عن سياستها تجاه إيران تقول في خلاف حول الإرهاب، أسلحة الدمار الشامل وموضوع عملية السلام وإسرائيل. صار في تجميد واتفاق مرحلي فيما يخص الملف النووي الإيراني بس، ولكن الموضوعين الآخرين بعد الولايات المتحدة وإيران في تباعد كبير فيما بينهما. ومعظم هذه المشاكل في منطقة الشرق الأوسط تتعلق بالملف اللي هو دعم الإرهاب من وجهة نظر الولايات المتحدة وموضوع عملية السلام وتحديدا إسرائيل. هدول موضوعين بعد الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران كبير جدا وعميق في حل في بوادر حل فيما يخص الملف النووي الإيراني، لأنه أخذ أولوية مؤخرا وهدد بشبحات. إذن بموضوع المنار لا تقرأ أي رسائل سياسية أكيد من حزب الله أكيد خاصة بالاتفاق الأمريكي. بس اعتذار وسائل الإعلام ليس جديد وهو ومنه سابقة. النيويورك تايمز بعد حرب الإطاحة بصدام حسين اعتذرت من الشعب الأمريكي لأنها اعترفت بأنه تم استغلالها فيما يخص الملف الكيماوي وأسلحة الدمار الشامل العراقي. صحيح. اعتذرت النيويورك تايمز، يعني هي ظاهرة جيدة أن وسائل الإعلام تعتذر بخطأ. ما في شك بس عم بحكي إعلاميا، أما سياسيا هذا فعلا يعكس مهنية كان يوما. بس في موضوع المنار وخط السياسي وموقف السياسي تجاه ملف البحرين وقضية البحرين كان هذا يعني يطرح question mark كبيرة جدا. يعني شو تستفيد المنار لو طردوها من الأرابسات؟ أوكي. اعتذرت. إذن رأيك أنه هذا بعتقد اعتذار. ورأيك أنه بعد من المبكر جدا أن نتحدث عن انعكاسات التقارب الأمريكي الإيراني على مختلف ملفات الشرق الأوسط، وبأنه بعد المبكر القول بأنه في اتفاق حقيقي. نعم. خلينا أعطيك بعض الملامح اللي شفناها منذ بضعة أيام في يوم واحد. نعم. في أحد المنتديات الاقتصادية العالمية باراك أوباما يقول بأنه من غير المجدي أن نستمع إلى ما يقوله نتنياهو من امتعاض حول الاتفاق الأمريكي الإيراني، وبأنه من غير المنطقي ومن غير الواقعي أن نقول بأنه أن نحلم بأن نوقف تماما البرنامج النووي الإيراني. لا بل ذهب أبعد من ذلك بإعطاء إيران الغطاء النووي، يعني القول بأنها دولة نووية. لنفس المنتدى يسأل شيمون بيريز هل إذا ما طلب منك أن ترى أو أن تلتقي الرئيس روحاني هل تستقبله أو تلتقيه؟ قال طبعا، فهو ليس بعدو لنا. بهذه المعطيات ما بتلاقي أنه في دلالة واضحة جدا على يعني هذه اللغة الدبلوماسية؟ أعتقد بأنه من 79 ما سمعناها إيرانياً أمريكياً إسرائيلياً. واضح أنه الاتفاق المرحلي خلق مناخاً إيجابياً في المنطقة وتحديداً، وقلل من احتمالات أن يكون هناك حرب على إيران. تذكري من سنة كنا عم نحكي هناك حتمية لأنه الولايات المتحدة وإسرائيل رح يقوموا بضرب المفاعل النووي الإيراني. اليوم عم نحكي بموضوع آخر. أما بالنسبة لإسرائيل ودعوة رئيس إيران، إسرائيل تاريخياً دائما بتلعب هيدا الدور، تتصلب بالمضمون بس، ولكن دائما بتعمل حملة دبلوماسية انه اسرائيل هي بلد محبب وبحب يشوف الناس. انور السادات وجهوا له دعوة قام لبيها راح اسرائيل. ماني مفاجئ انه ايران انه اسرائيل لا. تقول او شمعون انور بارد. السادات هو اللي قال انه بده يروح على لا اسرائيل. قبل لانه كان في مفاوضات هذيك الايام الخطاب الشهير قال انا سافاجئ اسرائيليين الان لا. بس كان في وقت انه محاولات وبعيدة عن الانظار. كان في مفاوضات بهذيك الايام بعد المستشار نمسا عم بيقوم فيها بس، ولكن إسرائيل تاريخيا دائما تقول هي مستعدة أن تلتقي مين ما كان. هي بتعمل فقط فيتو على كان وعلى المسؤولين الإسرائيليين، بينما العالم العربي بتذكر دائما الرئيس الإسرائيلي كان يلحق الرئيس حافظ الأسد ليسلم، أو أنه مثلا بده يطبع مع العالم العربي بأي مؤتمر دولي. أيام الرئيس بشار الأسد لما كان في صورة وكان بعده رئيس شو اسمه
الرئيس اللي أصله إيراني بإسرائيل وقتها كان بنفس الصورة، إنه إسرائيل النقطة اللي عم بقولها إنه إسرائيل دائما تسعى لأن تكون مقبولة سياسيا في العالم العربي. فهي الدعوة ما فينا نفسرها كتير. يمكن نتنياهو بكرة يقول أنا لا أمانع أن ألتقي روحاني، لا يعني تبدلا في الموقف الإسرائيلي. إسرائيل تاريخيا بتحاول إنه تفرجي إنه هي المنفتحة على العالم، ولا تتصلب إلا فقط مع المسؤولين الفلسطينيين وأيام المرحوم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. أما في الموضوع الإيراني، هيت لنرجع له للملف النووي، في خلاف يعني ستموفق بس أنه سبق هذا الكلام أبان المفاوضات الأمريكية الإيرانية. نتنياهو يعني عم قلك أنا عم ينقل ضد المضمون، عم ينتهب يعني على اللي عم بيصير، فكان واضح الموقف الإسرائيلي وما زال ولم يتغير. بس أنا اللي عم بقوله بموضوع دبلوماسية العلاقات العامة، ما عنده مشكلة إسرائيل أن تلتقي، إيران هي التي ترفض لقاء المسؤولين الإسرائيليين وليس العكس. إسرائيل دائما ترحب باللقاءات إلا فيما يخص القادة الفلسطينيين، بس إسرائيل دائما كانت ترحب بلقاءات مع كل الزعماء العرب حتى اللي هن بحالة عداء معهم. إنما إيران هي اللي بعتقد ترفض أن تلتقي مسؤولين إسرائيليين. أما بالموضوع النووي، في خلاف فلسفي بين الولايات المتحدة وإيران. الولايات المتحدة ضد أن تمتلك إيران قدرات عسكرية نووية عسكرية طبعا. إسرائيل ضد أن تمتلك إيران قدرات نووية نقطع السطر. ليه؟ لأن الخلاف تعتقد إسرائيل أنه إيران تستطيع في أي وقت من الأيام إذا كانت تمتلك القدرة النووية أن تتحول وتحول برنامجها إلى عسكري. هذا خلاف كتير مهم بالفلسفي بمقاربة الملف النووي الإيراني. بس ولكن الولايات المتحدة بالأخير هي القوة العظمى، وفرضت على إسرائيل وطلبت منها أن تتوقف عن الانتقاد، وصار في هالاتفاق المرحلة الذي لم يوقع. ما في اتفاق موقع بين الأطراف اليوم طبعاً. ما توقعت حتى المرحلة، حتى الست أشهر ما توقعت. يعني ما شفنا صورة قاعد جون كيري عم يمضي، صار في إعلان التفاهم اللي صار، وطلبوا من الخبراء أنه يستمروا لوضع تفاصيل هالاتفاق المرحلي. يعني شفت صورة كيري قاعد مع محمد جواد ظريف عم يمضي؟ لا، خلينا نجرب أفهم اللي عم بتحاول تقوله، هو أنه ما في تداعيات أساسية؟ لا لا لا, لا, لا أبدا. رح أنا هلا عم أول شيء عم نشرح الوضع شو صار في من اليوم. اولا في المناخ الايجابي اللي صار موجود هذا الاتفاق ما صار بين ليله وضحاها. في توجه لدى الاداره الامريكيه، وايضا في فرصه عند ايران، وفي توجه لدى القيادة الايرانية. ما انه والله اجتمعوا، ما قالوا بيجتمعوا 10 سنين ليعالجوا الملف النووي الايراني ما وصلوا لحل. ليش هالمره وصلوا لحل؟ ليش جون كيري قطع زيارته واجا لجنيف مشان الحل؟ لانه في توجه لدى الطرفين في الولايات المتحده وفي ايران للتوصل الى هذا الاتفاق. يعني هذا بيقول انه الاتفاق هو اتفاق تاريخي. هالاتفاق المرحلي فينا نقول فينا نأرخ منه ما قبل وما بعد الاتفاق بانتظار أن يصبح اتفاقا نهائيا. المناخ الإيجابي اللي عكسه الاتفاق، الولايات المتحدة راحت بجولة لإقناع حلفائها بأهمية الاتفاق، وعم تطلب من إيران مثل ما بيصير عادة بالأقنية الدبلوماسية أنه ما تاخذ مواقف بتضر بحملة الولايات المتحدة لكسب اتفاق في الداخل الأمريكي ولدى حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. بالوقت ذاته إيران عملت هالحملة الإيجابية والانفتاح، وبلش وزير خارجيتها يجول على 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 دول مجلس التعاون الخليجي. يعني الطرفين اللي وصلوا لهالاتفاق المرحلي، إيران والولايات المتحدة، اثنينتهم عم بيفهموا على بعض، كل واحد عم بيحاول يسهل مهمة الطرف الآخر. إيران عملت هالحملة الإيجابية وتريد أن تضفي مناخا من الإيجابية في علاقاتها مع دول الجوار حتى لا تحرج الولايات المتحدة في محاولتها لحشد تأييد في الكونغرس الأمريكي لهذا الاتفاق، وأيضا لكبح الانتقادات الإسرائيلية. فإيران عم بتساعد الولايات المتحدة، والولايات المتحدة أيضا في بعض المواقف عم بتحاول أن تساعد الإصلاحيين إذا صح هذا التعبير في إيران، حتى لا يكون هناك إحراج للرئيس روحاني لدى الأطراف المتشددة في إيران. والواقع يقول اليوم بأنه لأول مرة هناك مباحثات جدية جدا منذ 79 بين إيران والولايات المتحدة صحيح. الأمريكية صحيح. الواقع الإيراني الأمريكي من 79 لليوم، ما بدي أقول أنه هو رسم خريطة المنطقة، ولكنه ساهم بشكل جدي جدا في تغييرات المنطقة وفي رسم صحيح. أحداث هذه المنطقة. ومن هنا هذا السؤال، عندما للمرة الأولى يتغير هذا الواقع من جديد في حكي إيراني أمريكي في مصر، وفي عنا ملفات عالقة جدا، ملف النووي قد يكون مش الأساسي بالنسبة لشعوب المنطقة، يعني عندك إسرائيل، في عندك فلسفة المقاومة وكل اللي هي يعني ماسك المنطقة في هذه الفترة،
كيف ينعكس هذا؟ أكيد التغيير الكبير اللي عم تشهده المنطقة العربية سواء إيجابي أو سلبي هذا موضوع آخر، بس ولكن صار في تغييرات تاريخية في منطقة الشرق الأوسط، فمن الطبيعي أن يكون هالدول الإقليمية أو الدول العظمى اللي تقارب منطقة الشرق الأوسط أن يكون في إلى انعكاس على كيفية مقاربة هذه الأمور الإقليمية. وهذا تحديدا يعني قبل ما يصير الاتفاق الإيراني الأمريكي صار في مكالمة هاتفية بين الرئيس أوباما وبين روحاني، صار في لقاء بين جون كيري وبين محمد جواد ظريف، يعني تم التمهيد إلى هذا الاتفاق خلال سلسلة مواقف وبعض الحركات الدبلوماسية التي تعكس توجه في واشنطن وفي طهران، وهذا التوجه ما كان وصل لما وصلنا عليه اليوم لو ما في هالتغييرات الكبيرة اللي عم بتصير بالمنطقة. اليوم كل الأطراف الأوروبيين والولايات المتحدة وإيران والدول العربية في عندهم هاجس هو الإسلام السياسي بجانبه المتشدد، إذا قلنا بيتم تسميته بالجانب التكفيري، حتى إيران قلقة من هذا الجانب من الإسلام السياسي، ليس فقط الولايات المتحدة وحربها على القاعدة. شو حتى إيران؟ أكيد إيران. بس إذا عنده مشكلة من الشيعة يعني طبيعي. الولايات المتحدة رسمت سياستها بعد 11 أيلول لمواجهة هذا النوع من الإسلام السياسي الجهادي. إيران كانت تستفيد من هذا الصراع. اليوم إيران إذا بتسمعي بعض الأدبيات السياسية الإيرانية أو حزب الله تشبه إلى حد ما تصريحات الرئيس بوش في محاربته للإرهاب بعد 11 أيلول. يعني اثنيناتهم صاروا عم بيشوفوا هالخطر عم بيقاربهم، ما بقى إنه والله لعبة سياسية أو توظيفة سياسيا ضد خصمك، صار في شعور بأنه هذا النوع من الإسلام السياسي الجهادي اللي بيسموه الإيرانيين وحزب الله التكفيري يهدد وجود إيران وحلف الممانعة بالمفهوم الإيراني. لم تعد فقط عملية السلام ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلي هو التحدي الوحيد لهذه الدول وتحديدا إيران. في هذه المصلحة المشتركة اليوم الأمريكية الإيرانية في تحديداً في هذه العدو المشترك، مش مصلحة مشتركة بعد، عم بيحاولوا يعملوها مصلحة مشتركة. أوكي، هذا العدو المشترك اللي هو بوتنشل مصلحة مشتركة في سياسة استراتيجية مشتركة في المنطقة، سيصرف كيف في فلسفة المقاومة والممانعة التي تقود إيران؟ بمعنى اليوم إذا فعلاً بعد هالست أشهر اللي مرقوا، وكما هي البوادر إيجابية، إذا مرقت الست أشهر وفعلاً بلورت في النهاية باتفاق حقيقي أمريكي إسرائيلي إيراني إيراني أمريكي، أليس من البديهي أنه أول شيء يتوقعه المراقب بأنه الممانعة وفلسفة المقاومة ستعطل؟ شوف بس على اعتبار انه اسرائيل خط احمر واضح امريكي واضح 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 السؤال. شوفي الاسلام السياسي الملهم من الثورة الإيرانية بعد 79 مركزي، هناك مركزية في القرار بطبيعة الثورة الإيرانية ووجود ولاية الفقيه وكل الحركات السياسية الجهادية التي نشأت في هذا الفلك تتبع لمركزية اللي هو إذا بدنا نقوله كمان مذهبيا الإسلام الجهادي بشيعيته له مركزية في إيران، فيتأثر عملها الجهادي على الأرض أو السياسي بطبيعة القرار الذي يتخذ في إيران أو توجه الثورة الإيرانية. ما عم بحكي أنا تابع وعميل وغير عميل، عم بحكي إيديولوجيا يتبع إلى هذه المظلة اللي هي الدولة الجمهورية الإسلامية في إيران. إنما الإسلام السياسي الجهادي بمفهومه التكفيري الجديد وتحديدا القاعدة ما نشأ في ظل تغييرات على مستوى الدول، يعني المملكة العربية السعودية ليست مؤيدة للقاعدة على الرغم من أنه تنظيم القاعدة طلع من هذه طبعاً البيئة واضح. فالفرق بين اثنين أنه هذا ما عنده مركزية وأحادية وهذا عنده مركزية وأحادية. هذا شو بيخلينا نشوف أنه إذا إيران صار في هناك صفقة ما أكيد رح ينسحب ذلك على الحركات الثورية والجهادية التي تتبع للمظلة الإيرانية، بس ولكن إذا المملكة العربية السعودية في المقابل وافقت أو دخلت في حل سياسي ليس بالضرورة أنه تنظيمات القاعدة والنصرة والجهاد وداعش وما إلى هنالك من حركات جهادية تكفيرية في العالم ستلتزم بهذا التوافق الذي قبلت به المملكة العربية السعودية، يعني شفت المفارقة وين؟ طبيعة العمل الإسلام السياسي الذي يدور في فلك إيران يختلف عن طبيعة العمل الإسلامي التكفيري الجهادي الذي ممكن أن يكون له بيئة في المملكة العربية السعودية أو أفغانستان أو باكستان. أنا سؤالي كان تحديدا أنه هذا بيجاوبك على سؤالي. فمن الطبيعي إذا صار في اتفاق نهائي أنه في أمور وملفات عالقة، ما ممكن أنه الولايات المتحدة وإيران يكون هناك تطبيع في العلاقات إذا كانت إيران ما زالت تفعل
يمكن بالسياسي بيضلوا الكلام مرتفع بس ولكن على الأرض ماذا؟ تفعل عمل الحركات السياسية الإسلامية إيه؟ في منطقة الشرق الأوسط لضرب مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ما ممكن يكون في تطبيع يعني في مكان ما ممكن نفصل الملف النووي الإيراني عن غيره من الملفات. في هذه المرحلة الحديث يقتصر فقط على الملف النووي الإيراني لأنه داهم، بس ولكن الملفات الأخرى اللي هي إسرائيل، عملية السلام، الحلفاء، الإرهاب، عملية استحداد دمار الشام، هذه كلها رح تكون مرتبطة حتى إذا بده ممكن يصير في المستقبل تطبيع في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة. في وقت ما رح تفرض هذه الأمور على طاولة الحوار. بس ليه يعني الذهاب لحد القوة أو الحديث عن عملية السلام؟ ممكن نحكى عن ستاتيكو آخر، يعني اتفاق ضمني أمريكي إيراني، لا اعتراف دائم بإسرائيل ولكن لا حرب ولا مقاومة فعلية. لكن حركات المقاومة دائما في عندها مخرج لتبرر أنه هي قبلت بشيء ما. حزب الله هو حزب وليس دولة. يمكن يجيك في يوم من الأيام بيقول لك نحن لسنا دولة، ليس من الضروري الدول تعترف بدول ولكن الأحزاب لا تعترف بدول، نحن حزب مقاومة لن نقبل. أنا بحكي عن الحالة الإيرانية، أنا إيران ممكن يعني بظل الوضع الحالي ووجود المرشد الحالي بشوف نوع من الاستحالة أن يكون هناك اعتراف من قبل إيران بإسرائيل. قد يكون هناك غض نظر، حالة لا اعتراف دائم صحيح. دائمة ولكن دون إعلان حرب. صحيح صحيح. هلا هو ما في حرب بين اثنين، على كل حال في حرب بالواسطة، بس ولكن انه انا يعني اشوف نوع من الاستحالة ان يقوم النظام في ايران حاليا. بدي ارجع الى موضوع يعني طبعا السيول والفضائح اللي تبعتها. معنا عبر الهاتف القاضي علي ابراهيم الذي اليوم تم تناوله طبعا بصحيفة الاخبار حول الشكوى اللي رفعها. اول شيء نهارك سعيد. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. لحضرتك حضرتك عندك توضيح بالنسبة لما ذكر بأنك أنت رفعت الدعوة لأنك كنت عالق في النفق بحسب ما جاء في الأخبار اليوم، عندك توضيح بهذا الموضوع؟ أنا بدي أوضح أنه أول شيء أنا لم أكن عالقا لا في النفق ولا في عاشقة السير. أوكي. نعم. أنا كنت ببيتي، جيت من بيروت على بيتي بالوردنية بإقليم الخروب، وما كنت لا علقان بالسير بعجقة السير ولا علقان بالنفق، وأنا اللي عملته هو شغلي، يعني أنا واجبي أني اتحرك وقت يكون في هذا الأمر المتعلق بالمواطنين وبالمال العام اللبناني، وعداك تحركت. حبيت وضح لأنه ما ورد بالصحف وعلى الفيسبوك وبنشرات الأخبار هو غير دقيق. غير دقيق. حبيت بس وضح الأمر لأنه أنا قمت بعملي لأني قاضي وبعرف مسؤولياتي وهذا همي، ولم أكن لا عالق بالنفق ولا كنت أبدا بعجل السير. يمكن زمطة إيه، بس أنا ما كنت عالق. حبيت وضح الأمر. طيب، بالأمس كان في مؤتمر صحفي للوزير غازي العريضي يتناول فيه طبعا ما تم تناوله من اتهامات بحقه بحق تقصيره طبعا في هذا الملف على أساسه، وطبعا صار في سجال أيضا مع وزير المالية محمد الصفدي في هذه الفضيحة. على هذا الأساس والمعطيات التي تقدموا بها بالأمس، هل في تحرك جديد ستقومون به؟ أنا بلشت بشغلي، وصار كل الناس بتعرف أنه أنا بعت كتاب، وجهت كتاب إلى وزارة الأشغال العامة والنقل لتبين لي من المتعهدين أو الملتزمين اللي كان من واجبهم يقوموا بتنظيف نفق المطار، وبعد كتاب إلى وزارة المالية لشوف إذا حولت مبالغ مالية بهالخصوص من وزارة المال إلى وزارة الأشغال وبأي تاريخ وهو مقدار المبالغ. هو الكتاب اللي وجهته، ناطر الإجابات على ضوء أنا بكفي تحقيق. كيف توصف الجدية بالتعامل مع هذه الشكوى؟ عادة بيكون في جدية. عادة يكون في جدية لأنه نحن بالآخر ما في جدية، في عندي وسائل تانية بعرف كيف بدي أشتغل فيها. أستاذ موفق حرب عنده سؤال لإلك. بالآخر ما حدا من الوزراء عم بتلكأ بهذا الخصوص، عم بحكي بشكل كتير واضح، ما في حدا لا وزير المالية ولا وزير ولا وزير الأشغال العامة بطلب منهم أي طلب، وبكونوا متلكئين أبدا دائما معاليهم الاثنينات وبكونوا بتجاوبين بطلبات النيابة العامة. سيد القاضي، بناء على المؤتمر الصحفي اللي قام فيه امبارح الوزير العريضي والرد من قبل وزير المالية، تعتقد انه قال في مكان ما يشكل اخبار اتهم البعض بالفساد والسرقة ما لها علاقة بالنفق، هل تحركتم طلبتم هالوثائق؟ تحركت، انا بدي اطلب من يعني بالمحل اللي فيه
وين كان المؤتمر الصحفي، بدي أطلب يزودوني بسيدي عن المؤتمر الصحفي، لأنه بالحقيقة ما حضرته. أنا ما كنت حاضره لأنه كنت جاي مؤخر من شغلي وتعبان. كان غنيا جدا يعني المؤتمر الصحفي والرد يعني بالمعطيات والمعلومات الخاصة بهذا بالملف، يعني ملف الطرقات والأشغال العامة وطبعا يعني الفضيحة التي حصلت. عندكم نية بالتحرك إذن بخصوص على ضوء السيدي، وشوف أنا شو صار بالمؤتمر الصحفي، بأخذ التواجه اللي بدي أتوجه فيه. نعم، شكرا لك. شكرا لك، انا بشكرك جدا. شكرا، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك حضرت القادم، وما بعرف اذا عندك تعليق. لا منيح كويس، ما احنا قلنا ببدايه الحلقه بالزبط. ان شاء الله يتحرك، فيبدو انه ناوي يتحرك بالضبط، على يعني على امل انه يكون في يعني تكون مثمره يعني هذه الخطوة. بس في على الانترنت في جيب المؤتمر الصحفي للوزير عريض ولا واضح قبل ما يجي السيدة او شيء، انه النيابه بتعتقد تتحرك باسرع من هيك لو بده. في اخبار في معلومات امبارح، على الاقل احتراما للراي العام، يمكن ما بعرف شو القوانين بلبنان تستدعي وزير للتحقيق او شيء، بس امبارح هناك ما يكفي لانه يتحرك اكثر من جهاز قضائي وامني في لبنان. مين اقنعك اكثر؟ اي هذا بصير موقف. أنا هلأ الوزير العريضي صحافي وتاريخه بالصحافي وكان هو المبادر بالهجوم، ربما الرأي العام شاف ردود الوزير الصفدي شوي تبريرية ولم يجب الوزير العريضي بالوظائف، هاجموا بالشخصي أنه اتهموا واستعمل موضوع أيضا الحكومي وأنه أنا سني أترشح لرئيس الحكومة. ما بعرف الرأي العام، بدك تعمل إحصاء رأي عام. جنيف والموضوع السوري بعد هذا الفصل، مشاهدينا ابقوا معنا. عودة إلى نهاركم سعيد، إلى الصحافي والمحلل السياسي موفق حرب، برحب فيك عن جديد. جنيف 2 وسوريا، طبعا المعارك بعد على أشد في الداخل السوري، معركة القلمون، الجيش السوري النظامي يحكم قبضته زيد بعد يعني أكثر وأكثر في معارك متتالية وجولات متتالية يربح فيها في القلمون. جنيف 2 يعني يبدو بأنه سيبصر النور في جو تفاؤلي لنظام بشار الأسد، بمعنى أنه إيران قوية، هو تقريبا على الأرض حاسمة لصالحه، وهناك طبعا تنبؤات كثيرة تقول بأنه جنيف 2 سيكون لصالحه ولن يذهب. ولكن في إشارة التقطها البعض، ما بعرف قديش ممكن أن يكون عنده دليلة، المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لأول مرة تصدر تقرير تقول فيه بأن هناك دلائل فظيعة على ارتكاب بشار الأسد، الرئيس بشار الأسد ونظامه بالاسم، مجازر ضد الإنسانية ومجازر مروعة ضد المدنيين. ما فيها تكون هذا الشيء يعني اليوم المفوضية العليا تطلق هذا الاتهام الموثق تحديدا قبل جنيف 2، منه إشارة على أنه في بوادر للقبول برحيل الرئيس الأسد؟ بعتقد فيها استعجال بالتوصل ومحاولة لاستشراف مستقبل الرئيس السوري. موضوع حقوق الإنسان، في عنا رئيس السودان متهم بجرائم حرب في قرار من والعالم عم يجتمع فيه وما زال موجود، ليس من الضرورة، ليس من الضرورة. ما عم بقول أنا عم بعطيك السوابق العالمية أنه هذا الموضوع ما بيكفي لأنه نوصل بأنه لا خلص صار في حتمية لذهب. يعني هو توقيته بحت مش أول يعني أول مرة بيقولوا القيادة يعني أنه هلأ لا لا لا، بس هاي جمعيات مفترض تعمل شغلة وبعد توقيت بحت بيروقراطي مذكرة بعد حرب 2006 بعتقد طلع من أحد جمعيات حقوق الإنسان بعتقد Human Rights Watch بيقولوا أنه إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وحزب الله ارتكب جرائم حرب من خلال استهداف المدنيين. يعني الشغل جمعيات حقوق الإنسان أنه توصل لهذه النتائج، وهي دائما عندها تفسير بسيط ولكنه له وقع حين يعلن بأنه من يقوم باستهداف المدنيين لأي سبب هذه تعد في أثناء الحرب هي جريمة حرب. بس ولكن شو يعني هاي على مستوى مجلس الأمن والشرعية الدولية؟ هل تمثل شرعية دولية؟ إذا ما تبناها مجلس الأمن ما ممكن أنه تاخذ طريقة إلى التنفيذ وأن تعني شيء في السياسة. أما بالنسبة لموضوع العمليات العسكرية، إذا بتسمحي لي بس بالبداية أقول لك أنه اللي عم بيسمع عن سير المعارك ميدانيا في سوريا ما بقي زروب إلا
له بعد استراتيجي. ما بنسمع غير تم احتلال هذه القرية الاستراتيجية، تم احتلال هذا الحاجز الاستراتيجي. بعتقد في مبالغة بإنجازات النظام، كما أيضا هناك مبالغة بإنجازات المعارضة. اليوم بسوريا بعد 3 سنين ما في إنجازات للمعارضة، ما عم دافع عن حدا من الطرف، بس على الأقل خلينا نكون موضوعيين. اليوم الوضع بسوريا واضح، لا المعارضة تستطيع أن تحسم عسكريا ولا النظام يستطيع أن يقضي على المعارضة عسكريا. في خطوط تماس عم تلجأ، والتغيير الذي والذي يحصل على الأرض هو لأنه كل طرف عنده استراتيجية عسكرية عم بيحاول أنه يأمنها قبل جنيف، بس ما في هالإنجازات العسكرية اللي بيقول الواحد والله قلبت سير المعارك. اسمح لي، إذا المعارضة بمفهوم يعني بتعريفها كجيش سوري حر، المعارضة كل من يقاتل النظام عسكريا، أنا برأيي فعلا يعني الواقع يقول بأنه لا، الجيش النظامي شبه قضى على الجيش السوري الحر. ما بعد من يقضي على الجيش السوري الحر، إذا قضى على الجيش السوري الحر رح يكون هي داعش والنصرة مش النظام. بس اليوم المعارضة بالسورية ما بدي فوت بالتفاصيل، اللي عم بتقوله واضح، وحتى هني عم يشكو. ممكن حدا يجي يقول لك عم بتقول انه في تعاون بين تعاون ضمني بين يعني هذه النظريه التامري. بس انا في لك انه اليوم في مبالغه بالانجازات اللي عم بيقوم فيها النظام. لكل طرف في الصراع في سوريا استراتيجيه عسكريه، ويحاول ان يحافظ على بعض الاماكن وان يصل بعض المواقع. يعني النظام اذا مصر على القلمون ربما للتواصل مع لبنان والحفاظ على الامداد بين حزب الله ومناطق حزب الله القاضيه على سيطره حزب الله في لبنان والمناطق الخاضع على النظام في سوريا، أنما في المناطق الأخرى سواء في حلب أو في شمال سوريا الاستراتيجية المعارضة مختلفة. النقطة اللي عم حاول أقولها أنه في خطوط تماس بسوريا، ما حدا عم بيغير المعادلة. لذلك سقف التوقعات مما قد ينجم عن مؤتمر جنيف، لازم نحن من بالغ بتوقعات بمؤتمر جنيف. جنيف إذا استطاع أن يطلق عملية سياسية بسوريا بيكون إنجاز، بس ولكن ما يتوهم حدا أنه مؤتمر جنيف رح يوقف الأزمة السورية وينهي الصراع في سوريا. عندك موضوع أسلحة الدمار الشامل وتفكيكها، النظام في سوريا جزء وضامن لتنفيذ هذه الاتفاقية، وكأن المجتمع الدولي وجد دورا للرئيس السوري حافظ الأسد لأنه هو الذي سيشرف على تفكيك الأسلحة الكيماوية في سوريا. إنما أن نعتقد بأنه سيكون هناك اتفاق تاريخي ينجم عن جنيف، أكثر يعني المتفائل في نتائج جنيف 2 هو اللي بيقول لك سيطلق عملية سياسية لحل النزاع في سوريا، بس ولكن ما حدا يتوهم أنه جنيف 2 رح يحل، إذا انعقد رح يحل الأزمة السورية. أوكي، بغض النظر عن حل الأزمة السورية، هل تعتقد أنه في إمكانية أن يؤسس أو أن يكرس جنيف 2 رحيل الرئيس الأسد عن السلطة بالمعنيين، إما كرئيس ولكن دون صلاحيات والصلاحيات كلها للحكومة الانتقالية، أو بيبعده كليا عن المشهد السياسي؟ هون بدك عبقرية الدبلوماسيين، لأنه خلق تعابير ترضي النظام في سوريا والرئيس السوري أنه ما زال يحكم سوريا، وأيضا ترضي المعارضة بأن هيدي مرحلة انتقالية في نهاية المطاف سيروح النظام في سوريا. اليوم المعارضة تشدد، بعتقد الجربة عمل تصريح بأنه حصلنا على ضمانات خطية بأنه بعد جنيف سيكون هناك رحيل لبشار الأسد بنهاية العملية الانتقالية ولن يكون له دور. بعتقد قريت اليوم بالأخبار الصبح عمل هذا التصريح، وأيضا يؤكد المسؤولين التابعين للنظام في سوريا بأنه الرئيس السوري حافظ بشار الأسد سيكون هو ممسك بزمام الأمور وسيقود المرحلة الانتقالية في سوريا. منا واضحة مستقبل الرئيس السوري هو صلب الموضوع، بس ولكن منا شخصية. اليوم النظام في سوريا يمثل بشار الأسد، والطائفة العلوية في سوريا تعتقد أنه بشار الأسد هو ضماناتهم. النظام في سوريا لا نستطيع أن نفصل بين النظام ورأس النظام في سوريا، هذه أيضا من الأوهام. أنا دائما عندي مقولة دائما بقولها، الرئيس الراحل حافظ الأسد خلق النظام والنظام خلق بشار الأسد، فلا نستطيع أن نفصل بين النظام وبين بشار الأسد. وأيضا هناك طائفة، الطائفة العلوية في سوريا تعتقد أنه ضماناتها يحفظها اليوم شخص الرئيس السوري بشار الأسد، وليست مستعدة في هذه المرحلة أن تغامر بأن تفصل بين مستقبلها ومستقبل بشار الأسد. وأيضا روسيا لا ترى، كل الأمور توحي بأنه بشار الأسد سيكون لاعب في المرحلة المقبلة في تاريخ سوريا، وسيكون من المشاركين في وضع، ولن يكون أي اتفاق في سوريا يمكن أن ينجز على الأرض
من دون مشاركة هذا النظام طالما هو موجود. إذن طالما تستبعد أن يتم بس ولكن أي غير ممكن في استحالة للتواصل الاتفاق. بدك اتفاق، بدك طرفي الصراع، وألا ما ممكن يكون في اتفاق. رئيس الائتلاف أحمد الجربة في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية أكد تلقيه دعوة إلى موسكو لزيارة موسكو وعزمه تلبيتها. اليوم تعتقد بأنه الائتلاف السوري وأحمد الجربة ممكن أن يمثلوا معارضة جدية في في المفاوضات في جنيف 2؟ ممكن يمثلوا معارضة وأن يكونوا طرف، لا يكون في مفاوضة، يكون طرفين الصراع موجودين. بس ولكن السؤال هو كان السؤال الأساسي إذا في جنيف مين هي المعارضة؟ صحيح، لنقول راح الائتلاف السوري المعارض ومثل المعارضة السورية، بس ولكن داعش والنصرة والجهاد منهم الموجودين. السؤال هو إذا تم التوصل إلى الاتفاق، وهو سؤال افتراضي وجدلي، أنه إذا تم التوصل الاتفاق هل ستلتزم النصرة وداعش في هذا الاتفاق؟ وإذا ما التزمت النصرة وداعش في ما يمكن أن يلتزم به الائتلاف، يمكن أن يسمى ذلك اتفاقا؟ يعني هذه الأسئلة اللي عم تنطرح أمام جنيف وستطرح بعد انعقاد مؤتمر جنيف. هل أمام هذا الواقع الموجود في المعارضة السورية في حلين؟ يا أما أن يرفضوا التعاطي، الدول الغربية أن ترفض التعاطي مع المعارضة السورية لأن نصرة وداعش، وأما أن تحاول تعزيز الائتلاف. يبدو أن الغرب والدول العربية المعارضة لبقاء الرئيس السوري بشار الأسد تريد أن تنتهج المسار الآخر، الخيار الآخر، وهو دعم وتعويم المعارضة السورية الغير متشددة. يعني أمام هالواقع في ناس بيقولوا لك أنه خلاص يأس الغرب وبدأ يتعامل مع النظام لضرب القاعدة ومن يتحالف مع القاعدة، في طرف آخر اللي هو اليوم المملكة العربية السعودية وإلى حد ما بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة تدعم ذلك، دعم المعارضة السورية وتعزيز موقع وعلى الأرض للائتلاف. هل يمكن تعزيز الائتلاف؟ كمان هذه من الأمور اللي ما حدا عنده بعد إجابة عنها. هل يمكن للائتلاف والجيش السوري الحر أن يستعيد المبادرة وأن يسيطر على الأرض حتى يلتزم بأي اتفاق ممكن أن ينجم عن جنيف 2؟ برأيك هذه المشكلة، يعني في شكوك من الطرفين. يعني الجيش الحر لم يصبح جسما ميتا برأيك؟ بعد لا، بعد ما صار وقال لك كان الغرب انسحب من دعم سوريا. هلا في تلكؤ، في هذا اللي بيسبب، هذا اللي بيعطيك أجوبة ليش تردد الغرب بإعطاء أسلحة متطورة للجيش السوري الحر في بداية الصراع حتى هذه الساعة. ما خافت لأنه في خوف، في تقارير استخباراتية عم بتروح لصانعي هذه الأسلحة أنه إذا أعطيتها الأسلحة قد تصبح موجودة لدى النصرة ولا القاعدة، وفي صراع مع القاعدة. أي طيب، اليوم هذا الحديث عن أنه بس بدي أشير إلى أنه الآن لمن يريد متابعة الخطة الخمسية للمياه بإمكانه أن ينتقل إلى الشاشة البيضاء. بعد شوي كمان حنكون مع مراسم وداع نيلسون مانديلا. شو بتقول عن نيلسون مانديلا؟ عملت تويت أنا من يومين لما توفى نيلسون مانديلا، السجين الأكثر حرية في العالم. طبعا يعني في أحد المسؤولين كان يقول أنه عكس الزعماء العرب، نيلسون مانديلا قعد بالسجن 35 سنة ليحرر شعبه. بعض الأنظمة العربية والرؤساء حرروا حالهم ووضعوا شعوب في السجن. 30 بعد أي يمكن 29 أو 30 مش 35. وضع قعد بالسجن 30 سنة ليحرر شعبه، بينما بعض الرؤساء والحكام العرب وضعوا شعوبهم بالسجن ليتحرروا شخصيا. مين أي لها كتير قوية. ما بدي أنسبه له. كتير قوية. لا بس يمكن الفيرتيو الأساسية لأحد ميزاته الاستثنائية، يعني أنه بعد ما تولى الحكم وخلص المانداة الخاص فيه أو ولايته، أنه قال إيه بدي فل، يعني طبيعي يعني قرر أنه دخل في حياة من بعده. صحيح. يعني صحيح. لا مش بس هيك، أنه ضلوا بالتاريخ، لأنه عادة القيادات الثورية لما أو اللي بتعمل تغييرات بتسمي الحكم بتتورط، هي بتتورط، بتصير في فساد وبيصير في بده يورط ابنه وبده، عرفت كيف؟ فنيلسون مانديلا بقي بالتاريخ فعلاً، حافظ على فعلا حيبين اليوم من مراسم تشييعه العظيم التاريخي الاستثنائي بكل معايير هذه الكلمة. صحيح. برجع إلى الموضوع السوري اليوم، في إنيق بيمكن كتار عبيلهم يفهموها، اللي هي أنه السعودية وقطر، والسعودية بشكل أساسي هي اللاعب الذي يدعم هذه المعارضة في سوريا.
طب مين ممكن يحل لهذا الشفرة انه السعوديه تدعم الجيش السوري الحر والسعوديه تدعم داعش والسعوديه تدعم النصره وهن داعش عم بيدبحوا بالجيش السوري الحر وقضوا عليه؟ طب هل من المنطقي يعني القول بانه السعوديه عم تدعم كل هول؟ شوفي انا بعتقد من الاشحاف وغير طبيعي انه المملكه العربيه السعوديه رسميا ان تدعم تنظيم القاعدة. هي بحرب شرسة مع القاعدة داخل المملكة العربية السعودية، ولكن أيضا في هناك رغبة للمملكة العربية السعودية أن ترى الرئيس السوري بشار الأسد خارج الحكم. بهالمرحلة بتدعم المعارضة السورية اللي هي لا تشكل تهديد، بس بالوقت ذاته لا تفعل شيء لتقمع الآخرين. ما عم بقول عم تدعمون، بس بما أنه هيدا عدوك مثل بيقولوا صديقك بيصير جنتلمان أجريمنت، يمكن ما عم بيمولوها بس ولكن موجودة القاعدة. داعش يعني؟ شوف داعش دبحوا الجيش السوري الحر وداعش هادي معارك دبحوا رسميا على الأرض. دائما لما بيكون في قوة عسكرية وبتوصل إلى مرحلة في خطوط تماس، حتى شوف الحرب الأهلية بلبنان لما ما بقى حدا يقرب على الطرف صار في صراعات داخلية، من الطبيعي يكون في ميليشيات. شوفي بليبيا عم بيتقاتلوا مع بعض، هاي طبيعة الانفلات الأمني والميليشيات. بس ولكن أنا النقطة اللي عم بقولها ما فينا نبسطها ونقول إنه السعودية عم تدعم النصرة وعم تدعم داعش وعم تدعم الجيش السوري الحر وعم بيتقاتلوا. ما ليست بهذه الصورة. السعودية يمكن ربما هناك بعض رجال الأعمال يدعمون داعش والنصرة، هناك من يقول إنه ممولين عرب يدعمون مثل ما بيقولوا إنه بيمولوا القاعدة، بس ولكن رسميا قد تغض الطرف عن بعض الدعم اللي ذاهب إلى بعض المنظمات شرط أن لا تعود لتطارد المصالح السعودية في المنطقة. بس لا أعتقد إنه فينا نقول إنه المملكة العربية السعودية تدعم القاعدة. طب اللي هي داعش، اللي هي القاعدة، اللي هي نصرة وداعش يعني بحسب ما هني بيقولوا بحسب الظواهر. الظواهر قال لك النصرة هيدي لسوريا، داعش خليك بالعراق، اثنيناتهم قاعدة يعني. صحيح. طب السؤال هو إذا مين عم يدعمون؟ مين؟ شوف الولايات المتحدة والعالم الغربي يحارب القاعدة ولكنها استمرت. وانا بعتقد باحد المقابلات معك في عندهم ممولين، في عندهم شوفي بالعراق الولايات المتحده نزلت احتلت العراق ولكنها لم تستطع ان تلغي القاعده. هدول مجموعات عندهم التمويل متوفر، عندهم امتداد في افريقيا، عندهم رجال اعمال. واضح مين كان عنده مين هن الكتار اللي كان عندهم الرغبة والمصلحة في الاستثمار في القاعدة. في عندك السعودية، في عندك إيران، في عندك سوريا. واضح أنه كان في كتار عندهم الرغبة في توصيف، ولكن في سوريا إذا مش السعودية طب مين عم يستثمر بالقاعدة بسوريا فعلا؟ شو هالسؤال اللي جمعت؟ القاعدة أحد التوصيف اللي سمعته بعتقد أكتر شيء يقارب الواقع أنه القاعدة مثل تشات روم على الإنترنت. أنت بتفتح تشات روم بس ما فيك تضمني مين بيفوت عليها. القاعدة اليوم في للباكستاني بيقولوا فرع للقاعدة بيسيطروا عليه، المخابرات السعودية تستطيع أن تؤثر في جناح ما في القاعدة. القاعدة هي مش هيك مسمينا قاعدة، مظلة لكل هذه المنظمات اللي بدها تشتغل تحت هذا اللواء الإيديولوجي والعسكري، وحطوا على رأس أسامة بن لادن اللي هو أسسه، وهلأ في الظواهر بس ولكن ما في إلا مركزية بالقرار. القاعدة اليوم القاعدة بلاد الرافدين غير القاعدة في اليمن، القاعدة في 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 العراق تختلف كأهداف عن القاعدة قاعدة في سوريا، بس ولكن كلهم ينضمون تحت لواء اسمه الجهادي التكفيري في 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 العالم، موجودين من الصومال لأفريقيا إلى ليبيا موجودين اليوم. فما فينا نقول في طرف بيدعمون، ما عندهم مشكلة لا بالدعم المادي ولا ببيئة عم بتخرج وتولد مناصرين للقاعدة. اليوم القاعدة بأحلى حالاتها، على الرغم من أنه أمريكا استطاعت أن أن أن, أن تقضي على 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 عدد كبير من قيادات القاعده وعلى راسهم بن لادن، بس ولكن القاعده عملت مثل ما بيقولوا ميوتيشن بعلم الوراثه، ما بعرف شو بيقولوا ميوتيشن يعني انه تعايشت مع المضادات الحيويه مع الانتيبيوتكس. في جيل جديد من القاعده استطاع ان يتحايل وان يلتف على الجهود الغربيه للقضاء على القاعده. اليوم في قاعده باوروبا، اليوم الدول الاوروبيه عندها هاجس كبير انه هذه الالاف التي تشارك في الجهاد في سوريا في يوم من الايام ستعود الى اوروبا، وهدول مش مهاجرين، هدول اوروبيين ولدوا في أوروبا. كما أيضا هناك مئات من الأمريكيين والحاملي الجنسية الأمريكية أيضا يقاتلون في سوريا. في خوف، ما حدا بينسى شو صار بأفغانستان بعد ما انتهت الحرب بأفغانستان. الأفغان العرب رجعوا إلى دولهم وكانوا هن الحركة المؤسسة سواء في العمل السياسي الإسلامي اللي أخذ منحة عنفي في مصر والسعودية والجزائر. هدول كلهم خريجين أفغانستان. حدا بيشوف خريجين المعارضة في سوريا شو رح يكونوا لما يعودوا إلى بلدهم؟ هذا هاجس كبير لدى الدول الغربية أيضا. وطالما الوضع معلق بهذا الشكل المفتوح على كل الاحتمالات والواضح بأنه طويل في سوريا،
الوضع في لبنان سيبقى متأزما بهذا الشكل، كمان مفتوح على في مهب الريح. واضح واضح، اهم شيء نطفوا الانفاق حتى يكون في 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 تقول ضوء باخر النفق. انا ما في ضوء باخر النفق لانه مقطوع النفق. حقيقة مؤسف لأنه ما كل الملفات اللي عم بيعاني من المواطن اللبناني اليوم مرتبطة بالملف النووي الإيراني. في الأمور الخدماتية والمعيشية اللي قرارها يجب أن يكون لبنانية، ليش مربطها بالوضع الإقليمي؟ هيدا نتيجة شو؟ فشل الطبقة السياسية بتأمين الحد الأدنى في هذه المرحلة. نحن ما بنقدر أن نكون لاعب أساسي وإقليمي، بس على الأقل ممكن أن نسير أمورنا اليومية. بلبنان مع تغير يعني الأوضاع الإقليمية ومع كمان يعني بالتاريخ كان في عدة مسائل، كان عندك مسألة الأقليات، نحكي عن المسألة المسيحية، مؤخرا عن المسألة الشيعية. مع الذي يحصل هل ممكن، ومع بروز أول انتحاريين سنة من لبنان من القلب اللبناني فجروا نفسهم في الداخل اللبناني، ومع تفاقم هذه المسألة في المنطقة بأكملها، هل يمكن الحديث عن المسألة السنية لكيستيون سنيت شوفي منطقة الشرق الأوسط عفوا كمان يعني صحيح. مع غربة القيادات مع كل هيدا. ما هو مش بغربة القيادات، انه قديش فيها تغيب القيادات لتبقى قيادات، يعني ربما بدأ البساط ينسحب من تحت، انه هل تستطيع هذه القيادات ان تسيطر على الشارع؟ ما حدا بينكر انه هناك في نوع من احباط موجود لدى الطائفة السنية. بلش بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في جو معين عم ببلش يتكاثر ويولد مشاكل في لبنان، وواضح هذه يجب أن يتم التعاطي فيها من جميع الأطراف، وأعتقد أنه الطرف الشيعي يعي ذلك. بس ولكن الموضوع السوري مثل ما بيقولوا زاد من الطين بلي، انه بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري صار في مشكله، بعد 7 أيار صار في تكاثر وتعاظم هذا الشعور بالاحباط السني في لبنان اذا بدنا نحكي مذهبيا اليوم. بس ولكن المشاركه بالحرب في سوريا سواء معهم حق ما معهم حق لاسباب لبنانيه، ما هذا هو اللي انا عم بحكي عنه، عم بحكي انه هيدا ايضا ساهم في اشعال الحساسيات الطائفيه وزاد من الاحتقان المذهبي. نحن انتهى وقتنا، شكرا لك. تطرقنا الى الكثير من المواضيع، يعني كان يمكن دائما التشاؤم هو الشيء القاسم المشترك بين، ان شاء الله اكون على خطا، لما بتشاؤم دائما بقول ان شاء الله اكون على خطا. شكرا لك الصحافي والمحلل السياسي موفق حرب على حضورك معنا اليوم الى الـ LBC. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعه ونهاركم سعيد.